السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم مع اخوكم مصطفى البارودي بلوغ. اللي ما مابونيش معنا يتابونا كيما هذا وورك على الجرس اللي وصلوا باش يوصلكم الجديد. اليوم راه بغيت ندير واحد الفيديو غير حيت شفت واحد الشوهه دايره هنايا، واحد الشوهه ماشي زعما خطر، شوهه ديال واحد المغربي مات من عائله تاها ولا مات داك الشيء ما عرفناش. المهم راه تعرف بواحد القضيه ديال قال لك اسيدي لقى 12 مليون، لقى 12 مليون في الزبل وهذا. هذاك اول شيء بعدا والله العادي مراه دخلوا، غير اللي دخل بعدا ما ننصحكمش تدخلوا تشوفوا، اللي دخل بعدا يعني اللي تفرج الفيديو غادي يلقى الكومونتير ديال 100% ماشي 99% ديال الناس اللي شافوا داك الفيديو سبعوا فيه سبان وقالوا لي انك يعني كتخدع متتبعين ديالك اللي متتبعين بعدا. اما هذاك الشخص انا زعما مع احتراماتي المتتبعين اللي كيتابعوه، ما عندك ما تتابعش، تتابع في الكذوب، تتابع في الخداع، ما كيقدم لا كوميديا. كان كيدير شي واحد كوميديا كتقول راه كوميدي، ما كيدير لا كوميديا لا اخبار يعني مفيده للمهاجرين ولا للناس اللي باغين يهاجروا، ما حتى شي حاجه. هذاك السيد اش كيقدم الله اعلم، انا ما عرفتش يعني حتى الناس المتتبعين مع احتراماتي ليهم ما عرفتهمش كيتبعوا فيه. فحال هذوك راه خصهم، هذوك ملي خصهم مقاطعه ثم المقاطعه ثم المقاطعه، فحال هذوك ملي فعلا كيشوهوا بينا، هذوك فعلا هذوك ملي كتسمع شي وحده كيقول لك راه شوهتوا بينا تما في الغربه، والله الا هذوك ملي كيشوهوا بينا والله عادي. واش واحد عبد الله داير فيديو مشى بعدا راه ما عرفش راسو بانه ارتكب واحد الجرم قانوني على حسب القانون ديال مثلا ديال ما غادي ندوي عام مثلا على قانون مثلا ديال التزوير. هذاك راه تسمى جرم قانوني ديال التزوير، انك شاد الفلوس وغادي طابع واحد العدد ديال الفلوس جايبو دايرو في صندوقه وجاي كتقول بانك لقيتيه وكذا، راه هذوك الفلوس كل داك ساعتين زعما يبلغ بك شي واحد ويقول بانها فعلا هذيك 12 مليون اللي لقيتي ويجيو عندك للدار ونيتي يتهلاو فيك، والله العظيم تيتهلاو فيك. عاد تمشي دوز نيت بها مزيان تما تبقى في الحبس تاكل بها القوام صاحبي. جاد الكلاخ، شوف الفيديو بعدا كيفاش مصيب، فيديو كيفاش مصيب ما متقونش. حتى الناس اللي كدير يعني السينما ولا هذا، راه حتى الا بغيتي دير السينما ولا دير داك الافلام التمثيليه تكون دار السيناريو مزيان وحاطه مزيان. والسيد غادي قال لك انا اليوم خارج ناني ندبر، يعني راه عارف بان الطارو اليوم غادي يلقى فيه يعني عنده داك علم مسبق بان غادي يلقى فيه شي حاجه يعني واعره. داز لقى جاكيطه اللي هي جاكيتو ديما كيدير بها لي فلوج، جاكيطه ديالو حاطه حدا جاكيطه محطوطه بيكالتو، وتخيل شاف بيكالا ما هزاش حتى هز جاكيطه اللي ممكن هنا في اوروبا شكون يشريها من عندك، ما يشريها من عندك حتى واحد تقول له باغي تلبسها. جاكيطه اللي ممكن انك تشريها يعني بون اوكازيو تشريها قديمه تقدر تشريها بواحد 3 الاورو ولا 4 ولا 5 الاورو، مخلي بيكالا اللي ساويه جايبه الثمن ماركه زوينه كذا ومخليها تما كاين وشتيها. يعني بين واحد التمثيليه واحد بيكالتو نساها باش تعرف بان حتى التمثيل ما كيبدعوش، حتى الكذوب ربي كيفرشهم فيه. زيد هذاك اللي كتجمعوا الناس فيها الفلوس قالوا واش كيجمعوا فيها الفلوس، ما كل واحد كيسميها حصاره ولا شنو شنو درتي انا سيدي. مشي للدار حلها جاب لنا داك الفلوس طابعه في لابريمون ديالك جابدها كتضحك على الناس ولقيت اوروبا شقيت فيها كذا. هادي اتقوا الله صاحبي، اتقوا الله، واش ما كتحشموش اصاحبي، واش ما كتحشموش. الفيديو الاول ديال شدوه قال لك خوش شدوه البوليس في راك شداتو المخزن وكيضحكوا دابا تاع القانون ما فهمتش والله العظيم ما فهمت. يعني الناس دخلات باش انها بغاو المشاهده بغاو يديروا البوز بواحد الطريقه، يعني ضحكوا تاع القانون وضحكوا تاع المنطق، فهمت؟ يعني جيب شي حاجه يعني غير تكون منطقيه ولونها مزيان وكتب السيناريو مزيان وقاد داكشي مزيان والله يسر. حتى الممثلين حتى ما عندهم بلاصه تما، ولكن باش تكون بواحد البلاده كتبغي يعني تستغبي الناس، كتبغي يعني تضحك على الناس بواحد الطريقه يعني ما تقناش حتى راه حشومه. نقولوا غير عاود الاتقان، مرة باش بغيت دير شي فيلم ماشي هذا كتب السيناريو مزيان وقرا مزيان وحفظو مزيان، والمعالم ديال الكلاخ وديال الجريمه ما تخليهاش. هذه طابع الفلوس انا لقيت 12 مليون صافي انا نقطع الفيديو انا نصيفط لك شوان انا نصيفط لك الوان انا ندير العرس انا هادي بدوي زعما فحال لي بصح
حول ولا قوة إلا بالله. ما كنتش باغي ندير الفيديو والله، ما كنتش باغي ندير هذا الفيديو. حد الأصدقاء جالسين في القهوة قال لك مصطفى اش ما اش بغيتش تدوي على داك الكلاخ اللي كاين هنا في اسبانيا، وبزاف ديال الناس كيقول لك واش هذاك هو المستوى ديال الفلوغر اللي كاينين في اسبانيا. حاشا والله ما هو هذاك المستوى ديالنا. راه كاينين شي فلوغر تبارك الله هنا في اسبانيا راه مستوى عالي، بحال الاخ حسان تبارك الله، يعني دخل القناة ديالو واعر، اخ ريان، توفيق تبارك الله كاين في مدريد، شباب كاينين تبارك الله واعرين، الاخ اللي كاين برشلونة اسامة، الدراري كاينين، كاينين الدراري كتفيد وكتعطي معلومة، حتى الا دار لك فلوغ يعني فلوغ على الحياة اليومية ديالو كتستافد حتى من الحياة اليومية ديالو، حتى هذا الحياة اليومية ديالو شنو هي؟ حتى الا دار لك فلوغ عبد الله، ما تقدمناش حتى معلومة، دير غير داك الفلوغ ديال الحياة اليومية ديالك باش نشوفوا يعني الاجواء ونشوفوا كيفاش بنادم يعني كيعيش تما، هذا ما كاينش حتى معلومة، كاين غير الكذوب والتدليس. كون غير صريح وقول هذه هي حياتي هكا هكا، كتحس تخرج تكذبوا على الناس وهذه. هذا المرة كنشكروا الاخ يعني قال اخوان الفلوغر فاسي في الغربة، الاخوان كاملين عصام، سمحوا لي نسيت شي واحد، مراد اللي في بيلباو، الاخ مصطفى، الاخ عبد الرحمن، اخوان كاملين. ان شاء الله شي نهار غادي ندير شي فيديو غادي نحط لكم كاع الروابط ديال القنوات الجادة اللي ممكن انكم تدخلوا تستافدوا منها. يعني والله العظيم غادي ندير فيديو خاص غادي نحط فيه كاع ديك القنوات الجادة وداك الناس اللي خص بنادم يدعموا فعلا، ولا خصكم فعلا تدخلوا كتلقاو افادة. وحتى دار لك يعني واحد الفيديو على الحياة اليومية ديالها ولا العمل فين كيخدم هذا، تلقى سبحان الله واحد الاستفادة، كترتاح وكتستافد وكتخرج معلومات من داك الحياة اليومية ديالو بلا ما يجيب لك شي معلومة على شي قانون ولا هذا. هاد الناس هادو جايب لك طارو الزبل قال لك لقى فيه 12 مليون مشى مزور الاوراق، ما عرفش شنو هو العقوبه ديال التزوير شنو هي، ما عرف هادي. يعني انسان متهور لف دير فلوغ فيه واحد واحد المستوى ديال التهور كبير، بحال خوه جاي كيقول لك جماريك شدوني تلقوني هادي، يعني واحد اللعب حتى بالقانون وبالمصطلحات القانونيه وهذا ما كيلقيوش ليها بال. انا يعني لا احترام العقول ديال المشاهدين ولا هذا الاساس، انا كنقول بان حتى المشاهدين اسمحوا لي بانني يعني غادي ندوي على المشاهدين، وانا مع كامل احترامات المشاهدين ديالهم ولا ديالنا ولا ديال كلشي، حتى المشاهدين ديال هاد الناس هادو باش كتشوف هاد المستوى هذا ديال هاد. حتى انا مثلا داير عندك ابون مثلا كنقول حتى الاخوان اللي عندي كي داير ابوني عندي يعني متتبع ديال القناه ديالي، واحد الوقيته شتيني بان خرجت على المبدا وعلى المنطق وعلى المعلومه الصحيحه، او حتى الا درت شي فلوغ على حياتي لقيتي راسك انني ما كنفيدكش، انني بالعكس حسيتي بانني كنكذب عليك او لا يعني كنخسر لك داك الخلق ديالك او نوعا ما او لا، هذا خصك تكون انت واعي اوتوماتيك مودير ديزابوني دير اوتوماتيك حيد ما تبقاش مشترك في القناه ديالي ولا في اي قناه خرجت على المبدا وخرجت على المنطق ودخلت في الكذوب والتدليس وهذا، باش نكونوا حتى كمتتبعين تكون عندنا قوه يعني ديال يعني ديال اننا نحطوا الناس اللي عندها اخلاق وعندها معلومات وعندها مبادئ هي اللي خصها تبرز، والعكس يكون يعني فهمتي، والعكس اللي ما عندوش اخلاق وهذا عاوتاني يهبط ابا اخو كما يقولوا السعوديين. يعني وللاسف حنا كما كنشوفوا مثلا دابا غير شوف الا دخلتي للقنوات ولا في اليوتيوبر ديالنا ديال المغرب كتلقى عندنا البوز كيتصنع من لا شيء، من التفاهه عندنا البوز كيتصنع من التفاهه للاسف. يعني نشوفوا غير داك الشاب داك الدري الصغير اللي موزازات لمنين كارودانت داك الدري الصغير داك امازيغي داك تيزني، تحياتنا للناس شلوح ناس الاحرار يعني امازيغ تبارك الله كيقراو فيهم النص فيهم يعني راه نص فيهم في الاقتصاد وكذا يعني تبارك الله رجال. يعني نشوف هذاك كيفاش ان حتى واحد ما صنع منه البوز ما دارش واحد البوز، العكس نجيبو غير واحد السن ديالو ديال الطفل حتى هو مع كامل احتراماتنا ليه ولد العالم القراوي قال بيكالتي بيكالتي بيكالتي، يعني كل شيء شجع لك بيكالتي بيكالتي مشاو عندو هذا. حنا ما كنقولوش ما خصهمش يمشيو ولا هذا، كنقولو غير علاش العكس ماشي صحيح، علاش هذاك اللي كيقرا تبارك الله اللي يعني مثابة انجنيور في لانفورماتيك اللغة اللونجلي هذا حتى واحد ما دار ليه البوز حتى واحد ما هز به. حنا عندنا العلماء ولا الشاب اللي الشباب ولا الاطفال ولا هذا كيصنع اللي يعني خصهم يصنعوا البوز
نشجعوهم بالبلدانيه ونفتخروا بهم قدام العالم كشي قارئ خدا تتوج عالمي يعني كاع القراء ديال المغرب الحمد لله كياخذوا ما كتسمع لهم حتى لا بوز لا والو. الطفل هذا هو دابا راه فينا هو راه في انجلترا ياك مشى اسمعي مشى راه في انجلترا هزاتو انجلترا. علاش انجلترا الدول الديمقراطيه الدول الواعيه قالت ليها ولدي انت ولد ديالي تزاديتي في واحد البلاد ماشي ديالك اجي عند بعض الدول ديال فرنسا والدول الاوروبيه الدول يعني اللي كتحترم العقول اش دايره دايره واحد الكاميرا على الدول الناميه داك الدول المساليه دايره واحد الكاميرات من الفوق فين ما لقات شي وليد ديالها فهمتي شي عقليه شي وليد ديالها خصو يكون ديالها نورمالمون كتقول لها جا ولدي انت راك انجلترا ما عرفت كيفاش خرجتي لينا في المغرب اجي حيد حالاتك كتهزو كدير للاسف لان علاش ما كنحترموش حنا العقول حنا اصلا نشوف انا عطيتكم غير حنا كمتتبعين باش جبدنا الموضوع حنا كمتتبعين يعني حنا براسنا كنصنعوا البوز لواحد الناس لان حنا اللي كنصنعوا البوز كنصنعوا البوز لواحد الناس تافهين تخيل دابا هذاك داك الفيديو ديال انه كذب على الناس لانه لقى 12 مليون وكذا فيديو دار ليه البوز لكن كاين شي معلومات مفيده اللي فادت المهاجرين كاين الغيرات يعني المصير ديال العائلات ما عمر شي واحد دار ليه البوز كتلقى لي كومونتير تافهه وكتلقى هذا يعني حتى المتتبع خصنا نوعاو شويه حتى المتتبع نعرفوا داك التتبع ديالنا خصو يكون يعني ايجابي في واحد المسار وخصو يكون عقاب لواحد القنوات يعني بحال دابا هذا راه خص كلشي يدير عند ديزابوني وشي واحد كيكذب علينا وكيخسر الهضره ويعاير وتافه ما كاين حتى شي حتى افاده حتى في الحياه اليوميه ديالو ما كاين حتى شي افاده اش غادي نتبع فيها عباد الله شنو نحيدوا هذاك الشباب اللي كتعطي معلومه اللي كتفيد اللي هذا دعمو الشاب اللي ما كيعطينا والو هذا سير الله يعاونك سير صلح راسك باش كيعيق باش كيفيق دابا كلشي تخيلوا دابا حتى اللي مسكين عنده يعني افكار صحيحه وافكار منطقيه ما كيلقاش واحد الدعم هذا كيقول واقيله راه ماشي الطريقه هذه ماشي هي الصحيحه كيقول واقيله التفاهه والكذوب وداك الشيء راه هو الصحيح راه انا خصني هذا يعني ولينا حنا كمتتبعين كنشجعوا التفاهه كنشجعوا حتى دوك الناس اللي صالحين في الافكار ديالهم وكيقدموا معلومات وهذا كان يعني هذه عامه يعني كنوليو كنحرفوهم كنقول لهم لا راه هذا الطريق اجيو هكا راه ماشي هكا فهمت يعني شوف مثلا نعطيو بين القارئ وبين المغني ها مثال بسيط قارئ ما كيعرفو حتى شي واحد لكن المغني مشهور كلشي يحترمو كلشي يتصور معاه كلشي هذا حتى مسكين داك القارئ كون ما كانش الايمان ديالو قوي يعني بالقران وبالله عز وجل بان داك الشيء يعني غادي يفيدو في الاخره وهذا راه الا ما كانش الايمان قوي راه يقول اه راه واقيلا هذا الشيء اللي انا ماشي هو هذاك يمكن راه هكا هي الصحيح يعني بحال كتزعزع عليه حتى هذا ديالو لذلك خصنا حتى كمتتبعين وسمحوا لي طولت عليكم حتى كمتتبعين خصنا نرقاو بالمستوى ديال التتبع ديالنا لمن شكون اللي خصنا ندعمو شكون اللي خصنا نديرو لايك شكون اللي خصنا نديرو ليه كومونتير شكون على هذاك التافه جايب الكذوب بحال الاخر ما عارفين عاوتاني ما بغيتش نذكر الاسماء بحال وحده عاوتاني كل مره خارجه مره تقول لك الزروره مره تقول لك دابا طلعات البيلباو عرفات هي القانون ديال البيلباو كاع يمكن كاع البيلباو كتعطيهم كينقلوا شي فيديوهات بحال اخرين وما كينقلوش حتى الطريقه الصحيحه للاسف. المهم خوتي ما نطولش عليكم انا بغيت غير نعطي توضيح على داك الكذاب اللي كذب على المتتبعين لان لقى وهذا وهذا وبغيت نحضروا حتى ولا تفرج لهذا بان هذيك راه مخالفه راه كتسمى التزوير ولا ربي نجاك هذه المره الثانيه يقدر الله اعلم شي في علم الغيب. المهم حيطه الحذر بنادم يحاول يتجنب داك الكذوب على المتتبعين وسمحوا لي الصداع راني جالس في القهوه وتحياتي لكم خوتي أستلويكم معكم مصطفى البارودي ديما الجديد وديما عطيه العصير وتحياتي لكم سلام.